السلام عليكم، تحياتي لكم خوتي. وصلكم الغرفة ورمضان كريم، ان شاء الله يكون لكم الصحة والعافية. اليوم خوتي بغينا نقربوا واحد العيبة ديال الخيار، تاهي راه كتموت عليه زريقة. المهم ضربنا واحد الحبيبة تقريبا ست حبات ونص باش تسيدو اليوم. المهم غنداور ان شاء الله من المادة حتى الترقيعة حتى الطعيمة ان شاء الله والتشحيطة ان شاء الله. يكون هاد الفيديو خفيف على قلوبكم ان شاء الله. المهم هادي تقيعة أطلنطيك، قطعو لنا واحد الطرف كبير كما شفتو، واحد جوج دبير جوج ميلي، قربو في المعادلة. المهم هاد هذا الميريو هنايا شي ست دورات تقريبا، تخليها 6 سنتيم تقريبا، تخليها تشوف الريف وتجيب داك تخليها تشد وما كتقطعها، واحد سنتيم اللي ما كتقطعها. هذا الخيار هذا تقدر تصيد به في الرمل ولا في الحجر، ماشي مشكل. هما الطعيمة دابا نوريو لكم ان شاء الله، والبلومة ديال 120 المهم هو الطرف ديال الدانة، المهم هنايا السيكوريتي 35 باش 35 ديالك كتقاسم من الوقت. غادي نجيو من هنا وجينا نحطو واحد الطريق فيه الطرف ديال 45 50 سنتيم، نخدو واحد السنتيم زيرو طروة سبعات تحاولش تدخل فيها كامل، هم من الفوق ديالها هو شبيه زايد محبوش خاصة في المعادلة مش شبيه. كتحيد باش تصلخو ليك، مكتحيديش كبير باش تحيدو راه كتحيد. و ملا كنتي ليه الطعمة بحال هاكا كل واحد كيفاش كيدير ليه الطعيمة، أنا الطعمة هاكا كتجيني ساهل. هو راه خاص الشوشبو تحاول تجبد ليه داك الطعيمة لداخل متتقاسمو، كتجبدها نقي
هو قد ما كان كبير شوية قد ما كان دابا سالينا العالمية راه حنا جبدنا من الشحية مالي راه واحد الطريف هاي داير بالقص شفت زعما ما كتصدقش في 10 غو دير هي من اللي تلقى معاه في الطريق ما كتصدق كتجيب لي الشحيمه ديالها اللي دير بحال الشكل ديال الشحيمه ديال الروطا صافي عطيها الفيل ماجيك مزيان ديال السيف اللي كت الشكل ديال الطعمه ديال العبري شي كتجمع على شويه على صحتك باش كتطلع الطعمه فيني شي شويه غير دير فيه جوج طعمات ولكن كنكبر شويه الطعمه باش باش حتى لا علاش حتى نسمر عليها واحد شويه على الاقل نسمر عليها واحد الساعه ولا ساعه الله ما عرفتش ديك الساعه اش بدا شوف شويه بعض المرات كتجي المرينه بالليل كتجي كتقطع لك الخيط باش كنت سامع الريح ديال السمارة خارج الله يسخر الجميع المهم هادي طيبة ديال الدنيا دابا هادي طيبة 50 من 50 بلومة ديال 120 ان شاء الله غنشحنو الله يسخر الجميع وتحياتي لكم خوتي وغشتي لكم برونكو الله يعاونكم